الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الذي ماشي كوها بونا إن بضن ماذا حذي مسؤوليتي إيغور ريعي ييري دنبان وحيير هذين ووحنا دهان وان كما تسيهن عان ربا مانتي عاوة تاريخ ذي دي صومالي كما يرى وال إن بضن عاوة نوالغا هذي ولقد نوالغا سوهدي حراس قار إنا نحسو دولة نمضو مرك أي حمواتو وحا أي دشا ووحا عاوة دن لغا هذي تبشوين أن دمان صدن يدور سنة مريو وقال كود كسيه الرئيون لغا يابا باللحدن كأيو دور كسنة حرتن هاي إني مريان إيو وحلا ميدا أياك دشا لكن هدنا حكمت صحدا وحي تهي شالي لما نورا كرو وحاجرو داد آل أبحيي دادكي يوم القيامة أفكا قرادة من إنجريس لقرا The Doomest Day People دادكا بلايا انتا بلايا كسو الدنتي انتا بلايا كسو البتاعدي ورحم ما صوص صعدة والله الجبي والله هوغي والله قرعي كو يراه ودادكا آل أبحينا دادكا يوم القيامة وحكا لما هيان كرامة إيه شرف كمريد وحس صحدا أما وحسن إن عتك جبته أو ولا قيلنا يا ولا بوق يا حق على قد عيا هبلا قيلنا يا غير هبلا قيلنا يا إن اعتراضي أو تك جبته وحس صحدا شرف يا كرامة كوي المس شرف يا كرامة الدنيا يا وناك آخرة أنت بوحي كجران وحس صحدا إن عتك أتكيسته وأنا لوقا إليها وأنا لوقا وحبا تاريخ ذا شيء قدونته صوماليا قفك واحد صحة أسمي ماشي وجوجو تلاذا كرها مالتا كصوب حي تلاذي ذي أو يالي إيا كيكا قبضي إيه فولي أها إيه عرري إيه مدحا هوس ومحا قبضي تاريخ ذا كلا حسن دونته مالتين وام حي مركا مانتا سيدا هدى هل كان هقامية فردية وقدا واجية إيا داد كلو مدحا degmooyin badan oo 17 sano waqti ah iskuulna aan ka fureen imtixaanna aan lagu qaadi jirin maanta shahaadada dugsiga sare imtixaankeedii shahaadada dugsiga dhex in loo fadhiyo kumanaan kun oo arday ah maanta in ceel dheer imtixaankii dugsiga sare laga qaadayo oo aadan yaba laga qaadayo oo baxda laga qaadayo oo maxaan ku yiraahdaa yahay yaani you name it degmooyin ki shalay ee maxaa argagixisada iyo khawaarijtu ay hayeen oo dugsi iska dhaafay dugsi quraanka xataa ay ka xireen in imtixaankii dugsiga sare maanta laga qaadayo waxaan rabaa inaan marka inta ugu soo gabo dadka reer waqooyi waqooyiga Soomaali ku nool gobolada waqooyi ee Soomaaliya Somaliland waxaan leeyahay hor dad Soomaaliyeed oo walaalihiina oo Soomaalinimo إذا كانت دحيسات صومالي إسلاتين أو إذا نعبي مجيرو داد صوماليات أو إنتا ميل كو تشادي كو شوري داد كو وقوي قد دقن أما قيبا كميدا آن لينو آن لا ديررنو آن حمينو آن يرين مجيرو دولة دان لحيني دولة داسي داد كو رمي ديشي ديل كو داد كو وقال بدناكرا بربور كي هلاق داد كو قارسيس وقال بدناكرا إنه إذين بدناين واقر سنة مدي الدنيا لكن إنا كدا وودانا ربنا إنا أنغنا وحيد أن إذا كدا ويكر إنا إذا كدا وينا ربنا أو أن أهين أن كلا تجنو أن كلا تجنو داو كума دالنا يسوار عليها إذن كنا إذن كنا تبر يرى مال إذا كنا محوه عنايا أننا جانا أننا كنا تبر يرى مال كلا نلقو عنايا haddan yarnahay markaan isku tagnaan yarnahay markaan isu tagno oo cududeena iyo tiradeena iyo waxaan leenahay isu geysano yaan yarnahay wali aan si kala tagno xikmad ku jirtaa ay ma jirto waxaan rabaa kuwa yoomul qiyaamaha aan ka sheegay halkan waqooyin waa joogan ayagana sidoo kale maxuu ahaay balaayo iyo wixii dhacay iyo burburkii shalay
يحمانتا نلدا مع سينهاي يكن يوقع حق جو ودولي يو نما وون مسؤوليه هو وارير هبل وادومو وك وحاس وواكو عن شيء يو معان كرا دومس ليه كهذلوا لكن هل من سوق عليا أو أن دبتي أو أن يلقوا منين سحنا أنا هين سحنا ما وأكو يري سومالي لان أمو قوي سومالي نقول كوي هال بدا كتالو أن نقول إنام بحنو أما محوى ما ملك سومالي لان أو بحيو أيو ديدي يا حسن شيخو إسرع غبي إنو بحيو وبين بين لو من دلتي ينندرو مرقاتي وقبصدا هالي يري شالي بربرا مركي لبحيني يي ما نغا بحيني ام بحنا الان تي لما بحك رميان دهني انت لقي بي سو حبشيدا ما انت نايس تو دونك ان نص نغا بوبت ربتا سو قيب لغا ما سين سومالي انغو اميان لغا خسيو وحنا لغا سيي ميان دعوونيون ايتنيون قيلنيون وحيني بربرو ودكت سوماليات ومضى سوماليات اسكالي نينكستو اجنبيا بقولكي بكنتن قرا قادتي سومالي انا هين بقولكي بسغال يتوان كلن قرا قادتي هدي بقولكي بانت بدن حتى رغويو اي قادن لهايين وامان تملين ما انت مقاسان محوى يقولوا انت الحفل دينا وحي له ان بقولكي بكنتن بقولكي بسغال يتوان بقولكي بلحذنية سغال ان اجنبي قادتو oo boqolkiiba 100 Soomaali ay qaadato yaan ku aamusnay laana ajnabiga si dakada barbare inta rarto la guuro dalkiisii biri geysan maayo barbare dakad Soomaaliyeed un bay ahaanaysa maanta shalayna way ahay maantana waa tahay birina way ahaan doonta sidaas daraadeed waxaan u aragnay dhismaha iyo horumarka iyo ballaarinta iyo xoogaysiga dakadaas iyo awoodeed iyo xoogaysanayso walax Soomaali u soo kordhayaan u arkaynay maslaxada yarta ee profitka ifaayida la kala qaad qaadanayo ee ajnabigu ay badsadeen waxba umaanan arkay laakiin wixii asalka ah inay noo harayaan ay noo yaalaan Soomaali hadaanahay yaan u arkayn intaas waxa dheer dawladda Itoobiya dakadan rabnaa idaa iskii loo sheekada asal dhigan rabnaa iyo maxaan ku jiraaday ciidan saldhig badan rabnaa iyo sheekada iskii loo shalana ma dhicin maantana ma dhicayso birina ma dhici doonta hata anaga dhan hadaan tagno kuwa dabo naga iman doona hata kama suurawdo ma dhicayso xarna marka in la yiraado dadka Soomaaliyeed ee wuxuu Soomaaliyeed waxa u sheegayna mushkiladeena badal la saxiixaya iyo ganacsiga la galaya ma aha mushkiladeena waxa waa dhulka waan laga qaadanaya waan naga tagaya mana ogolin waxaan diidanahay waa in dhul naga tagaay mitir ha aadado shalana badda tagaysa markii la yiri waa diidnay maanta dhulka qayb tagay hadii la yiri waa diideyna ma ogolaanayno waxaan diidanahay waa taas ee reer wuqooyi ama muuse bixi waxa saxiixo maya ana saxiixayo xasan sheekh oo muqdisho jooga ma aan yaan leedin ku khaldin walaalayaal dhulka naga ma tegi karo war dhul ma lama bixiyo war dhul ma anfaco maanta weliba aan xoogaa tabar daranahay nama anfaco kama hadli karna dhul berri anagoo xoog leh hataan ka hadlayna xataa alla na gaarsi maanta dhul kama hadli karno dhulka maanta naga tagaane dib noogu soo noqon maayo waa taariikh wax horo u dhacay waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan leeyahay hambalyo sanad gurada 64aad waxaan rajaynaynaa lixdankii spiritkii lixdankii jiray iyo wanaaggii iyo midnimadii inuu noo soo noqoto wax kasta qiimi kasta oo ay leedahay midnimadaas ku soo noqon karto waa naga diyaar dhiig haddii loo daadinayo waa naga diyaar waan haddii laga galayo waa ka soo galnay welina diyaaran u nahay darajo iyo maqaam haddii loo hurayo diyaaran u nahay inaan u hurno kuwa aan fafadhino iyo kuraasta aan ku fadhino dhan inaan u wakacno midnimada daraaddeed diyaaran u nahay wax ka soo hara laakiin yaana nalagu maaweelin waqtiga nalooga qaadin markale iyo markale umada Soomaaliyeed meel kasta joogto ciid wanaagsan hambalyo dhamaan umada Soomaaliyeed sanadkan iyo sanado kale badan nabad iyo wanaag iyo guul iyo geesinimo aan ku gaarno aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh